حليمة العربي كندوز امتحان ديال الباك حرة، رغم أن عندي الباك ديالي ولكن في 84 قديمة، كانت علمية ولكن بغيت ندوز آدابي، وبغيت ندير شي دراسات اللي كنت كنحلم نديرهم. وبالتالي انا بعدا شخصيا تنشجع زعما الناس تبدا تجي، لانه اجواء زوينه كنعيشوا داك الاحساس بالشباب ديال الاجواء ديال الامتحانات كيف كانت كدوز، رغم انه في الحقيقه في الايام ديالنا كانت واحد الاجواء اخرى، ولكن انا كيبان لي زعما امتحان في المتناول. شي شويه اليوم كان ماط دايرينه شويه، ولكن بالنسبه على العموم انا بالنسبه لي والله الا فرحت، لانه حسيت انه كاينه واحد الطاقه وكتجدد. وبالتالي شنو غنخسروا؟ ما فيها والو. الواحد زعما الناس اللي بحال السن ديالي ولا يجي ما غادي يخسر والو، بالتالي يجي يدير محاوله. الاجواء كدوز ممتازه، اساسيده زعما دايرين شغلهم، تلمت كذلك الناس اللي معايا كل شيء جالس في المكان ديالو. كان غيابات كثيره لانه ربما الناس تخوف، كاين واحد الشابه اللي البارح حضرات كان ستريسي، وبالتالي غير يوجدوا شي شويه. كل شيء كاين في الانترنت مالوروزمون، زعما بحكم انني كندير واحد المقارنه ما بين السن، لقيت ان الصراحه كاين واحد المشكل عند الشباب، ما بقاش كيهتم يطالع بزاف، وخاصو زعما يجي شي حاجه بالسهل. والله الا الباك في المتناول، خاص غير شي شويه الواحد يبدا يبريباري. وانا فرحانه في حقيقه بهاد يعني هاد التجربه، هذه التجربه كانت بالنسبه ليا زوينه، والا ما كتبش وديتها غنعاود نعاودها العام الماجي. شكرا.